بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لي طبعا في جحات كتار وداعمين للدعم السريع والمثمرين، طبعا كلهم منافقين التعريف باي ديفينيشن. ما تقول انا والله يقول لك ان احنا بنصلي وبنصوم وكذا، صلاتك دي لو بقت في الحرم المكي ما بتحل لك، لو بقت في الحرم المدني ما بتحل لك، لان لو بتحل لك كان حلت ابي بن سلول اللي كان بيصلي في المسجد النبوي خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، كان بيصلي خلف النبي، ولما جاي يموت قال للنبي صلى الله عليه وسلم تصلي علي وتكفني في بردتك، والنبي صلى الله عليه واستغفر له وصلى في بردته، ما نفعه. ما خلاص منافق انت، ما نفعه ده، عرفتها؟ ولما ابو بكر كان بيقول لي ما تصلي على ربنا، قال لك انت استغفر لهم 70 مرة لا يغفر الله لهم، قال لي لا استغفر له اكثر من 70 مرة، برضه ربنا قال الذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، ونزل آية طوالي تصديقا لقول سيدنا عمر، قال لي ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. انت قحاط واقف عاجبك اللي بيسووا الدعامة في اهلنا دين من قصد وطرد ونهب وكده، عشان انت ده ما منافق كامل النفاق. قال ان تصبكم سيئة ان تصبكم حسنة تسؤهم، وان تصبكم سيئة يفرحوا بها. الفرحانين لأهلنا اللي بتبشتنوا وطاردنهم بالملايين ساكنهم من حلة لحلة، انت منافق كامل النفاق، والله صلاتك ما تحلك ولا يحلك اي شيء، ارجي جهنم الجاية انت والدعامي المعاك.